الخير جميعا. تفضل. غالبا لما نتحدث عن الفلسطينيين الانظار كلها بتتوجه الى فلسطيني غزه او حتى فلسطيني الضفه الغربيه، لكن نادرا ما يتم الربط مع فلسطيني ال 48. صحيح. هؤلاء الفلسطينيين سواء سميناهم فلسطينيين الداخل او فلسطينيين 48 او حتى عرب اسرائيل، هم تعرضوا بالفعل الى كل، انا اتفق مع حضرتك استاذ عمر، تعرضوا الى كافه اشكال التمييز داخل الكيان الاسرائيلي. الاسرائيليون استخدموا عرب ال 48 بطريقة أستطيع أن أقول حذرة جدا في المحافل الدولية، عندما يتحدثوا يتحدثوا دائما عن عرب ال 48 كما لو كانوا جزء من تركيبة الدولة، كما لو كانوا أن نحن دولة ديمقراطية ونحن دولة تقبل التعددية وتقبل وجود الأعراق المختلفة، لكنهم في الحقيقة هم أكثر من تعرضوا إلى التمييز. لا بل أستطيع أن أقول أنهم، أنا أتحدث عن فلسطيني 48، تعرضوا إلى التمييز المؤسساتي، أي التمييز القائم على التمييز حتى في موضوع الوظائف، في موضوع السكن، في موضوع التعليم، في موضوع الصحة، في المواضيع المختلفة، التوظيف، وأكيد طبعا بكل التوظيف. فنحن أمام حقيقة أن هؤلاء 48 أو في عرب 48 بالفعل تعرضوا إلى ما نسميه هذا التمييز المؤسساتي. لا بل أن ما أقوله الآن أو طريق تعامل إسرائيل معهم هي ليست مجرد كلام، وإنما جميع مؤسسات حقوق الإنسان سواء كانت في الداخل أو حتى في الخارج تؤكد هذه الحقيقة. لا بل أن الموضوع عندما عرض على المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2000 هل تعرضوا أو لم يتعرضوا، جاءت قرار المحكمة عام 2000 وكان قرارا مدويا عندما أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أن عرب ال 48 قد تعرضوا بالفعل إلى هذا التمييز المؤسساتي خاصة في مجال السكن وفي مجال الوظائف. نحن الآن بالفعل أمام حقيقة أنهم بحقيقة الوضع يحتاج أن يتغير بالكامل. ولكن